صراحة طلعنا احنا من اجل قضية، ايضا قضيتنا اللي هي تحقيق مطالبنا اللي من بداية الثورة ولحد هذه اللحظة، اللي المطالب اللي متواجدة او مرفوعة داخل كل خيمة من الخيم اللي متواجدة داخل ساحات الاعتصام. مطالبنا مثل مطالب باقي المحافظات العراقية اللي كلها متوحدة بمطالب معينة. اكيد المطالب قلت لك انه هي مطالب حق مشروع لكل مواطن عراقي، وحق حق مقفول دستوريا. ايضا احنا طلعنا مناصرة لاخوتنا اللي متواجدين داخل ساحات الاعتصام، ممكن احنا نكون دعم معنوي لهم، وايضا دعم يعني تقديم المساعدات لهم داخل ساحات الاعتصام. وايضا الثورات الطلابيه الشبابيه اللي كل احد كل يوم احد تصير مسانده او دعم لاخوتنا المتظاهرين داخل ساحات الاعتصام. نشوف الكثير من البنات اللي متواجدين في ساحات التظاهر اللي يقدم المساعدات واللي تقدم الطبخ واللي تقدم الخبز وغيرها، وايضا المسعفات اللي موجودات داخل ساحات الاعتصام. اما بخصوص الثوره اللي تنطلق كل احد او الثوره النسويه، نريد احنا نكسر حاجز يعني عدم مخالطه البنيه مع الولد. هذا الشيء انه احنا ما متعودين عليه نهائيا، وايضا داخل السوشيال ميديا انه ينقلون نظره سلبيه لبعض الناس على المتظاهرات تحديدا. فاحنا هذا الشيء يعني نريد نكسر هذا الحاجز، نريد خليه يجون يشوفون المتظاهرات الحقيقيات اللي موجودات والمرالطات داخل ساحات الاعتصام اللي تاركين اولادهم وبيتهم واهلهم، انهم ذا يقدمون خدمه لاخوتهم وللشعب العراقي. الثوره ما انتهت، مستمره الثوره لحين تحقيق المطالب، وايضا الثوره ما تنتهي يعني حق الدماء اللي سالت وحق الشهداء اللي من بداية التظاهر ولحد هذه اللحظة. الشهداء الأكثر من 500 شهيد ما عدا الجرحى اللي متواجدين من بداية التظاهرات ولحد هذه اللحظة. ما حد عجز، ما حد لا يعني ما صار بينا عجز ولا كلل ولا ملل، ولكن التظاهرات مستمرة لحين تحقيق المطالب فداء لدماء الشهداء. احنا متواجدين داخل ساحات التحرير وداخل ساحات الاعتصام. ممكن بالنهار يروحون لل الدوامات الرسمية مالته، ولكن من بعد وقت الدوام يبدون يرابطون. وأيضا الجمعة والسبت متواجدين الطلاب، متواجدين كثير من العوائل اللي موجودة، خصوصا تزايد أعداد المتظاهرين.
احنا ثورة. اليوم احنا البنات طلعنا حتى نوجه رسالة إلى العالم الصامت الذي لا يسمع أنيننا ولا آلامنا. خرجنا اليوم، هذه الفتيات خرجت اليوم للتنديد بالعنف الذي نتعرض له نحن الفتيات، منها الاتهام نحن لسنا أشخاص جيدين، لسنا كما تعرفون أنه النساء دائما تتعرض للإهانة تحت حتى لو عملت عملا صغيرا. ونحن خرجنا ثورة ضد هذه الأفكار التقليدية والرجعية لنوصل رسالة إلى العالم، نحن هنا وسوف نحارب ونحارب ونحارب حتى النصر. الغاية هي أيضا إرسال رسالة إلى المجتمع الدولي الذي لا يستمع لنا، لا أعرف لماذا لا يستمع إلى أصواتنا وإلى 700 شهيد إلى حد الآن والآلاف من الجرحى والقتلى والمختطفين. نحن تحت حرب نفسية شعواء، نحن نتعرض للتهديد كل يوم ولا أحد، ولا حتى نحن لسنا قادرين حتى نقول نحن تعرضنا للتهديد، لأننا هددنا أيضا في حال قلنا نحن مهددون. الثورة باقية وتستمر وأقوى وأقوى من السابق، لأننا نحن الآن لدينا خبرة في الثورات. نحن كنا قبل نقدر نقول أنه نحن كنا عفويين، الآن نحن منظمون وأكثر قوة وأكثر اتحادا. لذلك الثورة لا تموت، ونحن لسنا من نعمل نصف ثورة، فعمل نصف ثورة هو يعني كمن حفر قبره بيده. لذلك اليوم نحن مستمرون ولن نرجع، ولن نرجع إلا في حالة تم عمل كل مطالبنا. يخافون من ثورتها وقوتها، فاكيد راح يبدون يهاجموها. اي شخص يخاف من شيء يبدي يطعن بي، فانا ارد انه احنا قويات وموجودات بالساحه رغم اعرف كل واحد. الغايه والهدف من هذا الشيء ان نحصل وطن، نحصل عيشه كريمه، ونحصل مستقبل زين. احنا اليوم هساني جيت اليوم قوه، جيت وقوه وصلت هنا، يعني اهلي ما يقبلون، قوه جيت هنا بس على مود احصل وطن، على مود اثبت نفس. اكبر دليل انه الثوره بعدها موجوده هي هاي الناس، والثورة حتى لو خفت هي حققت أهداف كلش كبيرة. طبعا مستمرين، لحد ما يحصل وطن مستمرين، ما نتراجع. Thank you.
المرأة أبدا مو مهمشة وصوتها مو عورة ثورة. المرأة أساس الثورة، المرأة أساس الثورة وهي ساندت إخوانها من بداية الثورة لحد الآن، إذا كانت طبيبة أو ممرضة أو مسعفة أو تقدم الأكل. وما شاء الله إحنا كل بنية بألف رجال، إن شاء الله ما مقصرين. السبب إنه إحنا ما نخاف، المرأة العراقية كل الشجاعة وما تهاب الموت. والدليل إحنا هنا من بداية الثورة، من أيام ما كان القصف هنا فوق راسنا، وما نخاف. الثورة بعدها باقية وما تنتهي إن شاء الله إلا نحقق مطالب. هي ما نقول ضعفت وما انتهت، وإن شاء الله ما تنتهي ما دام إحنا موجودين وبينا روح الثورة، مستحيل تنتهي إلا نحقق مطالبنا رغم كل الأساليب اللي استخدموها الأحزاب حتى ينهون الثورة، بس ما انتهت. لهم رسالة بأن إحنا ماكو فرق بيننا وبين الشباب، وإحنا أصلاً إحنا جايين هنا نساندهم، وهذول كلهم إخواننا وولدنا، إحنا ما عندنا شيء بينهم. فهاي كل الكلام اللي يوجهونه تسقيط للثورة إحنا ما نقبل بيه، وإحنا هنا نعتبر نفسنا إحنا رجال، ما نعتبر نفسنا إحنا هنا نساء. إحنا هاي ساحة التحرير، هنا نبدي نغير ونريد نغير ولازم نغير، لأن إحنا عانينا أكثر من 16 سنة، أكثر من 16 سنة إحنا هاي المعاناة. سكتنا وتحملنا، بس اليوم ما راح نسكت، لأن هذا الشيء ما نسمح به. ونرد على الأحزاب بأن إحنا ماكو فرق بيننا وبين الولد، بيننا وبين الشباب. إحنا كنا هذا وطننا واحد، وطن واحد ننتمي إنه، إحنا ننتمي إليه، وماكو فرق بيننا وبينهم، وإحنا جايين هنا نساندهم. والله الهدف على مود يسقطون الثورة، على مود يخوفونا، بس إحنا ما نخاف. إحنا هذا وطننا ونفديه بدمنا، واللي راحوا أكثر من ألف واحد، ألف واحد راحوا، ماكو فرق بيننا وبينهم، إحنا ما راح نخاف. إحنا عندنا عوائل وعندنا إخوان وعندنا أهل كلهم مساندينا، وما إحنا ما راح نخاف ولا راح نتقبل واحد يسقط الثورة. والثورة لازم تنجح، وإن شاء الله مستمرين وللتغيير إن شاء الله.
دام احنا عندنا ابطال اللي مرابطه هنا 24 ساعه، وهاي النساء قدامكم تشوفوهن ما تترك، ما تترك اخوتهم، ما تترك ولدهم. الثوره ما تضعف، والثوره انتصرت من اول شهيد اللي وقع هناي، انتصرت عندنا الثوره، لان احنا دم الشهيد ما نخونه وما نرجع. المرأة الثائرة هاي قدامكم وكلها تشوف، لأن ماكو هنا لا حالة تحرش. أنا من يوم 1/10 مرابطة بالساحة، لا لاحظت حالة تحرش، لا صار. احتمال تكون اكو حالات سلبية من المندسين اللي هم يدزوهم الأحزاب. الغرض تشويه سمعة المرأة. المرأة العراقية ما تتهمش، المرأة العراقية هي لها دور أساسي بهاي الثورة، وهي اللي ساندت، وهي اللي طبخت وبعثت وكل شيء سورت بهاي الثورة. الثورة ما تموت ما دام المرأة عايشة. المرأة العراقية من طلعت الطالب بحقها حق، حالها حال أي شاب هنا. احنا ما نترك اخوتنا، احنا ما نترك اخوتنا بحالة انهم ينقمعون. احنا حياتنا مو اغلى من حياتهم. المرأة العراقية لها دور قوي بالمجتمع، المرأة هي نصف المجتمع، انما هو كل المجتمع. اكيد مستمرين وما نرجع الحين تحقيق مطالبنا، ومطالبنا هي ليس بس تغيير رئيس وزراء او تغيير شخص معين، احنا اسقاط الحكومه بالكامل، واسقاط الاحزاب اللي قمعتنا بهاي الفتره كلها واللي باقت العراق صار له 17 سنه. الاحزاب كلها فاشله، الاحزاب كلها تقمع الثوار، الاحزاب باقت الشعب، باقت العراق. احنا نريد نرد العراق. نصف المجتمع، فلازم احنا يعني نثبت وجودنا بالساحه حتى لو كانت خطر، فهو الخطر علينا وعلى الشباب، لانه احنا النصف الثاني لهم والمكمل لهم. فاحنا تواجدنا لا ما يخوفنا لا خطف لا موت. احنا تواجدنا من بدايه المظاهرات والى هذه اللحظه احنا وياهم خطوه بخطوه. الثوره ما تنتهي، الثوره صنعت من 1 اكتوبر والحد الان ولدت في ارحام النساء وغيره الرجال، فما اتوقع راح تنتهي بل بازدياد مليونيه نسويها. الاحزاب يردون يسيطرون على اكثر دعم موجود يعني بساحه التحرير او بهاي الثوره، وهي المراه، هي المراه الاكثر دعم واسناد لهذه الثوره، مثل ما نقول العمود لهذه الثوره، لان تساعد بكل شيء، تقدم مساعده لكل شيء. فهم يحاولون يسقطون المراه حتى يسيطرون على الثوره، حتى ينهون الثوره، بس ما راح يقدرون لانه حلم بعيد المنال. تكذيب اخوان، تكذيب المراه، تكذيب المراه.
تهميش المرأة. باطل. تهميش المرأة. باطل. العراقية حملت شبابنا العراقيين وطلعتهم الساحة المظاهرات وساعدوا ناس. احنا همينا المرأة بهالوقت وبهالزمان حملتها الغيرة وطلعتها ويا الشباب ايضا. هذولا اصلا ما يفتهمون بامر الدين اصلا، لان الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال رفقا بالقوارير. فاذا هم يدعون الاسلام ويقولون احنا اسلام صحيح، فهما اصلا ما يصير اصلا يطخون المراه او يؤذوها بشعرايه واحده. لا، الثوره مستمره، وبعد اكو لحد هسه لحد هاي اللحظات اكو طلاب يجون ومستمرين، الثوره لا زالت مستمره. دليل على هذا اكو الطلاب لحد هاي اللحظه يقيمون مظاهرات كل احد، هي مسيره طلابيه تصير كل احد، ولا زال الشباب لحد هاي اللحظات متواجد بالساحات ويبات، وهاي الثوره مستمره لحد تحقيق المطالب.
هي عبارة عن قوة نسائية خارجة للشارع العراقي، تعبر عن الشعب العراقي بالتحرير. ما نريد أحزاب، نريد شعب يريد يعيش حالة حال الشعوب المنتظمة. نريد نظام، نريد ما نريد أحزاب، نريد نظام يسقط، نريد رئيس بخير يفيدنا. يعني الشباب هذه شنو ذنبها حاليا؟ لا بالعكس، بالعكس يزيدنا إصرار وإصرار. هو هذا اللي نريده، قوة نسائية ضد الطغيان، ضد كل واحد شخص يحاول تدمير العراق. أقول له شيء واحد، المرأة هي ثورة وليست عورة. حتى نثبت انه للمراه العراقيه دور بالثوره، جايين نثبت انه احنا ويا اخواننا وما نعوف من الاخر يوم، نريد وطن، غايه ان احنا نريد وطن، نريد بلد نكون مرتاحين به، بلد نفتخر به، احنا رغم اللي بي احنا نفتخر به هالبلد ونحبه بعدنا، بس نريد نطرد شكو فاسد موجود، نهائيا الثوره باقيه وما نطلع من الساحه الا
Yeah.